السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة انا عملت كريب وعملت كمان ببقية الحشوة جلاش، طلع طعمه حلو جدا، فحبيت ان انا افيدكم وتستفادوا من الخطوات اللي انا عملتها. وعملت كمان عيش الكريب طلع طري وجميل جدا زي ما انتوا شفتوا كده. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تضغطي الاشتراك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. لو انت عندي على القناة ما تنسيش تحطي لي لايك حلو جدا وتحطي لي كومنت من ايدك. يلا بينا نبدأ دلوقتي. انا عملت عيش الكريب، عملته ازاي؟ جبت كوبايتين من اللبن، كوبايتين من الدقيق، هحط على الدقيق ده 3 حاجات. اول حاجة فيهم وهي ربع معلقة من الملح، تاني حاجة ربع معلقة من الفلفل الاسود، ذرة صغننة جدا من كل حاجة من دول، تالت حاجة حب صغيرين جدا من السكر. يبقى ال3 حاجات دول حطهم على الدقيق، وبعد كده هنجيب الخلاط بتاعنا وهنحط الحاجات دي جواه، هنضربهم لحد ما يندمجوا كويس جدا مع بعض ويختلطوا حلو قوي، وبعد كده هوريكم شكله عامل ازاي بعد ما اضربه في الخلاط. شايفين القوام بتاعه سائل بس فيه لتة كده صغيرة او فيه حاجة بسيطة ان هو تقيل يعني. دلوقتي بقى نعمل بينا شاورما فراخ. انا هعملها فاهيتا علشان الفاهيتا بيكون فيها خضار. اللي بتفرق عن الشاورما فراخ ان الفاهيتا بيكون كلها خضار. دلوقتي انا جبت مكعبين من الزبدة ونزلت فيهم بالفراخ البني اللي انا مقطعاها صوابع طويلة، ونقعيها شوية في محلول الملح، مية وملح ومعلقة من السكر، بنقعهم شوية او مية وليمون وسكر، بنقعهم شوية في الفراخ بتكون دبلت جدا وبتكون اتهرت شوية. حط عليهم معلقة حلوة كده من الفلفل الاسود، تمام كده، معلقة من الملح، بهارات اللحمة، فلفل اسود، ملح، بهارات اللحمة، توم باودر، وهنقلبهم كويس جدا لحد ما كل التوابل وكل الفراخ تندمج برضو مع بعض، تمام كده. هسيبها لحد ما تنزل ميتها وتبدأ كمان ان هي تشربها، السوائل دي كلها تختفي. هبدأ انزل عليها بالخضار بتاعي، بس هسيبها لحد ما تستوي شوية، وزي ما قلتلكم ان هي بتنقذ المية بتاعتها او السوائل دي كلها، وكمان بتبدأ تشربها فبتبدأ تنشف. حطيت بقى عليهم 3 بصلات كبار او بصلتين كبار، جوانح، متقطعين جوانح بالشكل دوت، وهقلبهم كويس علشان انا عاوزة البصل يكون دبلان، مش عاوزاه يكون مستوي قوي. وهنزل كمان عليهم بفلفل رومي مقطعاه شرايح زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليه بطماطم متقطعة برضو شرايح او متقطعة صغير بس تكون متشال منها المية اللي بتكون في الطماطم، يعني بنقطع الطماطم على 4 وبنشيل منها المية اللي بتكون فيها، تمام كده، علشان احنا مش عايزين مية خالص في الطريقة دي. خلاص كده، ده هسيبه بقى على جنب لحد ما يستوي وخلاص، وهطفي عليه. يلا بينا نعمل عيش الكريب. دلوقتي انا جبت الطاسة بتاعتي اللي انا هعمل فيها العيش، مسحتها كده بالزبدة زي ما مسحة بسيطة قوي، وهحط فيها الحبة من العيش اللي انا عملته او حبة من السائل اللي انا عملته دوت، وهبدأ امشيه كده زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يبقى قرص كبير زي ما بنعمل البيض الاومليت كده، وهبدأ اسويه بقى. انا مطفية النار لسه ما ولعتهاش. بعد ما ببدأ بلفه كده في الطاسة كلها، ببدأ اولع عليه النار وهادية جدا جدا جدا، وبعد كده اول ما الاقي لونه بقى شفاف وبعد كده بقى ابيض زي ما انتوا شايفين كده، بروح قلباه على الناحية التانية، تمام كده. فهعمل العيش بتاعي كله بنفس الطريقة دي علشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم قوي. يلا نعمل ايه؟ نحمر البطاطس. دلوقتي بقى انا حمرت البطاطس كده، عملت اول حاجة معايا اللي هي الفراخ الفاهيتا، الفراخ بانيه فاهيتا، ودلوقتي هعمل البطاطس كده. عملت الحاجتين دول علشان احشي بيهم الكريب، وكمان عملت جلاش ببقيه الخلطه لان الخلطه كانت كبيره قوي معايا. اول ما البطاطس تبقى دهبي بنشيلها كده، وبعد كده اهو العيش، بصوا طري ازاي، شايفين طري جدا. انا بطلعه على حته قماشه، اي قماشه عندك تحطيها وتطلعي عليه العيش، بيفضل طري معاكي حتى لو قعد يوم كامل، هيفضل طري بنفس الطروان اللي انتوا شايفينه ده كده.
حسيته كده جبنة كريمي، وبعد كده جبنة رومي مبشورة، وبعد كده هنزل عليهم بالفلفل والطماطم بتوعي والجبنة الموتزاريلا. اي حاجة بقى انت عايز تحطيها حطيها، اي نوع جبن براحتك. تمام كده، حط عليه كمان الطماطم وحط عليه الفلفل، وهنزل بالبطاطس الفهيتة. انا مش هحط عليها اي حاجة من دول، علشان الفهيتة زي ما انتوا عارفين ان هي بتكون كلها خضار، وهي تفرق عن الفراخ الشاورما، الشاورما فراخ، عن الفاهيتا ان هي الفاهيتا بتكون كلها خضار. تمام كده، طبعا لما احطه على النار هيتظبط وهيبقى حلو جدا. دلوقتي انا عملت الكريب، عاوزه اعمل كمان الكريب بس ما يكونش مثلث، انا عاوزه اعمله زي نظام كده السوري، بيكون صوابع كده طويله، فانا هعمل دوت بالشكل ده برضو بحيث ان احنا نبقى غيرنا. فانا عملت لهم حبه كده وحبه كده، وبصراحه الحشوه خدت مني، يعني العيش ما خدش مني اصلا حشو كتير، ففضل مني حشو كتير جدا. تمام كده، فانا هعمل بطاطس اهو معاكم برضو صوابع كده طويله، وحطيت برضو نفس الحشوه اللي انا حطيتها في الكريب، هو اصلا نفس العيش، يعني هو ده كريب وده كريب، بس انا غيرت في الشكل مش اكتر. هحمره ازاي بقى؟ بحطه كده في الطاسه، العيش كده زي ما انتم شايفين كده الكريب، بحطه بالشكل ده. تمام كده، ببدأ اضغط عليه علشان انا عايزاه يستوي اسرع. يعني انا كنت مهديه النار قوي، فهي بيكون النار لما بتكون هاديه بتكون حلوه، بس انا عليت سن النار علشان كنت عايزه انجز يعني وقت. اول ما يبقى لونه ذهبي تقدري تطلعيه في اي حاجه انت عاوزاها بقى، طبق او ترصيه بالشكل اللي انت حباه في صينيه براحتك جدا. خلاص انا كده طلعته، هطلعه دلوقتي بالشكل ده زي ما قلت لكم دهبي كده، شكله حلو كمان كان طعمه احلى، هوريكم في الاخر برضو، هدوق معاكم وهقول لكم طعمه كان ايه، بس هو شكله يفتح النفس بصراحه. تمام، انا عملته كده اهو، طلعته اول ما بيبقى دهبي وبلاقي الوشين او الناحيتين خدوا نفس اللون بروح مطلعاه. انا حبيت ان انا احطه على صينيه كده، واللي عاوز بقى يجي ياخد مني. حطيت كمان اللي انا قلتلكوا عملته نفس نظام السوري، عملته كده صوابع طويله او زي سندوتش كده يعني، فحطيتهم برضو جنب بعض لحد ما ياخدوا لون، وبعد كده هقلبهم على الناحيه التانية هوريكم لما ياخدوا لون بس من تحت. شايفين الجمال، لونهم بقى حلو جدا. انا هوريكم برضو ان انا عملت ازاي الشاورما، حطيت جبنه كريمي وحطيت عليها جبنه رومي مبشوره، وهبدا احط عليها الفاهيتا بدون اي اضافات، وعليها جبنه موتزاريلا. ليه ما حطيتش عليها الخلطه التانية؟ علشان الفاهيتا زي ما قلت لكم كلها خضار، كلها خضار. تقدري كمان تحطي فيها فلفل الوان، تقدري تحطي فيها فلفل رومي الوان. الفاهيتا بتتميز يعني ان هي بيكون فيها خضار كتير جدا. وبرضه حطيتهم كده في الاخر، دول اللي فضلوا معايا، فحطيتهم جنب مع بعض، واول ما بقى لونهم ذهبي كده رحت مطلعاه. شايفين اللون، والله الطريقه دي ما تختلفش عن بتاعه بره ولا في اي حاجه، نفس الطريقه بتاعه بره. شايفين بقى الجمال لما حطيتهم كده مع بعض، حبيت احطهم بالشكل دوت، الطبق كلها تكون بالشكل ده، فحلوة جدا بجد، طعمها روعة، طعمه حلو جدا جدا جدا، والله ما يختلف عن برا يعني في اي حاجة، طعمه احلى، بتاع البيت احلى، وانت اللي عاملاه بنفسك. دلوقتي بقى بقيت الحشوة اللي فضت معايا، طبعا احنا كنا بالليل كده بقى فخلاص جيعوا تاني، فقلت اعملها لهم بالشكل دوت. جبت صينية ودهنتها بمكعب زبدة، وبعد كده حطيت الجلاش. انا هحط بعمل 3 لفات جلاش، بعملهم على 3 صواني، لفتين جلاش بعملهم على 3 صواني، تاني
لفتين الجلاش بعملهم 3 صواني، علشان انا باخد لفة الجلاش على صينية وبيفضل منها حبة. تمام كده. اي حشو بقى يعني اي جلاش مقطع بنحطه في النص، بنحطه تحت الحشو او فوق الحشو، انا بحب احطه في النص بالشكل ده. تمام كده. ببدأ افرد الجلاش بالشكل دوت، لازم كله يكون قد بعض. بعد كده احط عليه الصلصة، همشيها كده بالفرشة. تمام كده. انا ما بحب الصلصة كتير يعني، وزي ما انتم شايفين انا جايبة كيس من الصلصة عملت بيه 3 صواني، هوريها لكم برضو واحدة واحدة. ندهن كده الصلصة، وبعد كده نبدأ نحط الجبنة الكريمي برضو ندهنها كده، هي مش تمشي قوي يعني بس مش مشكلة، احنا عايزين طعمها وخلاص يكون باين. على قد ما تقدري فرديها. بعد كده هننزل عليها بحشوة الشاورما فراخ او الفهيتة زي ما تحبوا تسموها يعني، هي فهيتة علشان فيها خضار كتير، لكن تمشي برضو شاورما فراخ ما تقولش لا يعني، هي نفس الطريقة وكل حاجة. بعدين انا حبيت ان انا احط عليها حبة فلفل تاني وحبة طماطم تاني، احط عليها جبنة بقى رومي مبشورة، وكمان نحط عليها موتزاريلا. تمام كده. كل طبعا من الموتزاريلا بتكون اكتر، كل ما الجلاش هيطلع بيمط معاكي اكتر. انا استخدمت هنا دومتي وكان طعمها كويس يعني، ما قالتش لا حلوة. وغطيت برضو، كان معايا حتتين كده متقطعين، رحت مغطية بيهم كده في النص علشان مش هيبانوا، لكن ما ينفعش ان انا احطهم من فوق علشان هتبقى باينة لما اجي اقطع ولما تطلع من الفرن. وغطيتها كده، وحطيت بقى القنبلة ديت اللي هي لازم اساسي في اي حاجة نحطها بالذات الجلاش يعني، كوباية من اللبن وبيضة مكسور عليها بيضة، وبعدين حبة فلفل اسود وحبة ملح. كوباية من اللبن عليها بيضة عليها حبة فلفل اسود حبة ملح، ندوبهم كويس جدا ونحطهم كده على الصينية، ونبدأ نقطع علشان اللبن دوت يدخل في الصينية كلها. دي بتعمل ايه؟ دي بتخلي الوش ذهبي، بتخلي الجلاش طري جدا، طري من جوه يعني، من فوق مقرمش كده بس من جوه طري مش ناشف، فلازم نسقي الجلاش بيها. تمام كده. هعمل معاكم صينية تانية، انا هدخل ال3 صواني مع بعض الفرن. الصينية التانية اللي انا عملتها حطيت برضو فيها الجلاش كده. تمام كده. حطيت واحدة كمان عكسها علشان يبقى كله قد بعض، وبعد كده هبدأ احشي. انا حطيت هنا الجبنة على الصلصة، حطيت الجبنة الكريمي على الصلصة، وبدأت كده اللي هو افردها يعني، وبعدين احط حبة صلصة علشان حسيت ان هي مش قوي يعني، نفردها كده بالشكل دوت. حطيت جبنة كريمي تاني، نبدأ نفردها كويس جدا. وبعد ما نفردها بقى نحط الخلطة بتاعتنا او الحشوة اللي احنا عاوزينها. تقدري تغيري في الحشوة دي، مش شرط تعملي نفس الحشوة بتاعتي، بس انا حطيت الحشوة اللي فضلت مني من الكريب، حطيت كده الطماطم وبعدين الفلفل. تمام كده. بعدين بقى نحط الجبنة الرومي، او نحط البطاطس الاول. تمام. انا حطيت هنا البطاطس محمرة نص تحميرة، عايزة اقول لكم ان طعمها طلع وهم، انا اول مرة اجربها واول مرة حد يعملها اصلا على اليوتيوب تقريبا، بس هي طعمها طلع حلو جدا جدا جدا، وهي بسيطة، لو عندك اطفال كمان هيحبوها قوي، لان مش هبان ان هي البطاطس، مش هيعرفوا ان دي بطاطس وحاجة كده فيها الوان وشكلها حلو فهياكلوها، هياكلوها يعني. وحطيت كده جبنة موتزاريلا من فوق، ويا سلام الأطفال بتحب الجبنة الموتزاريلا جدا، بيحبوا أي حاجة بتمط كده، ويعني هتفيدهم جدا إن فيها بطاطس وفيها خضار، فتقدري تحطي في الحشوة دي أي حاجة أنت عاوزاها، كمان فيها جبنة رومي فيعني حاجة تحفة أو حاجة قمر كده. تمام. حطيت بقى جبنة كريمي، وبعدين آسفة،
وبعدين رحت مغطية ببقية الجلاش. تمام كده، غطي بالجلاش، انا حاسه ان هو خفيف فهحط واحده كمان. تمام كده، انا بتنيها من الحروف كده علشان اقدر ادخلها في الصينيه وتبقى شكلها حلو وتبقى الصينيه كلها قد بعض. تمام كده، خلاص كده هنحط بقى الكوبايه بتاعتنا اللي هي عباره عن كوبايه لبن وبيضه وملح وفلفل اسود، ندوبهم كويس جدا مع بعض وهنبدا نغطي بيهم الوش كله لحد ما تتشرب يعني. وبعد كده هنقطعها بقى. تمام كده، قطعيها بالشكل اللي تحبيه، ساعات بقطعها مثلثات وساعات بقطعها مكعبات، وتقدري كمان تغيري في التقطيعه كتير جدا يعني، قدامك مليون تقطيعه براحتك، عاوز تسيبيها زي ما هي برضو براحتك، بس انا بفضل ان هي تتقطع قبل ما تدخل الفرن علشان الحشو اللي انا حطيته اللي هو اللبن بالبيضه يدخل في كل الحشوه ديت ويخلي كده يخلي الجلاش مورق. تمام كده، هدخلها بقى الفرن، بس برضك زي ما قلت لكم هدخلهم كلهم مع بعض. دلوقتي جبت الصينيه الثالثه وبرضك دهنتها كده بالزبده، وبعد كده هحط فيها الجلاش، وانا حبيت ان انا اسيب الجلاش كده على الحروف، وبعد ما احط الحشوه هقفله. حطيت في النص زي ما قلت لكم صلصه، واحط الحشوه بتاعتي هي هي، بس انا حسيت ان الجلاش حبه صغيرين فقلت لا اكمله. حطيت دلوقتي كده الصلصه، هندهن كويس الصلصة، نحاول على قد ما نقدر نفردها يعني. تمام كده، بعد كده نحط بقية الحشوة بتاعتنا اللي هي الجبنة البيضة. كانت بقى خلاص الحاجات اللي فضلت معايا في الاخر خالص، بس بجد استفدت جدا، مفيش حاجة رميتها، لا انا عملت بكل الحشوة اللي فضلت عملت بيها الجلاس دوت واستفدت منه كمان. حط بقى الطماطم ونحط الفلفل. تمام كده، نحط كمان البطاطس، وتفضل معايا كمان شاورما فراخ هحطها عليهم يعني. زي ما قلت لكم عاوزه كل الحشو اللي عندي ما سيبوش، ما فيش حاجه عندي تترمي، كل الحاجات اللي بقيت مني هحطها في دوت. فعندي في شاورما برضو كتير اهو، بصوا هحطها ونفردهم كده على بعض. وعايزه اقول لكم ان طعم الجلاش ده طلع طعمه حلو جدا، لما حطيت شاورما فراخ على بطاطس طلع طعمه حلو جدا ومميز قوي. حطي بقى جبنه رومي، حطي موتزاريلا، كل اللي عايزه تحطيه حطيه، كل ما بيكون فيها الجبن اكتر بيبقى طعمها احلى. تمام كده، هنبدا بقى نغطيه الاول. اللي انا هقفل بالجلاش اللي معايا دوت، ندخلهم كده مع بعض يعني، وبعد كده هغطيه بقى بالجلاش العادي اللي عندي اهو، نقفل كويس يعني. وبعد كده هحط عليهم برضو ورقتين ثلاثة من الجلاش كده من فوق، بحيث ان هي تبقى متغطية من فوق. تقدري تسيبيها كمان مش متغطية، هتبقى عاملة زي البيتزا كده. وهنحط عليها كوباية اللبن اللي هي بالبيضة وملح وفلفل اسود، وهنقلبها كويس كده، او هنلقلق الصينية كويس، وبعد كده هنقطعها. تمام كده، قطعيها برضو بالشكل اللي تحبيه، انا قطعتها تقطيع عادية او المعتادة بتاعتنا كلنا، وادخلهم الفرن على درجة حرارة 180 وهوريها لكم لما تطلع. شايفين؟ شايفين طلعت شكلها عامل ازاي؟ بجد تهبل يعني، طعمها حلو وشكلها كمان حلو. جربوا الطريقة دي والوصفة دي، لو ما عجبتكوش انا عاوزاكوا تيجوا وتقولولي في الكومنتات الطريقة مش حلوة يعني، انا مستنيها، بجد هتعجبكوا جدا، طعمها وريحتها حلوة جدا. هتعجبكم الطريقه دي، ولو عندك باطفال هيحبوا الطريقه دي، جربيها معاهم وهتستفادي ان هم هيحبوها. عايزه اوريكم اكتر من واحده، واوريكم ان هي ولا محروقه ولا لزقت في الصينيه ولا اي حاجه من دي، لا طالعه مورقه وطالعه لونها ذهبي وحلوه جدا، كل حاجه مستويه كويس. شايفين الخلطه من جوه عامله ازاي، او الحاجات اللي احنا حاطينها من جوه عامله ازاي، حلوه جدا جدا جدا. بص انا عشان قطعتها
ولا قطعتها تاني ولا اي حاجة، مجرد ان انا بطلع على طول. فيا رب الوصفة دي تكون عجبتكم، وهستناكم تستنوني في فيديو جديد ان شاء الله ووصفة جديدة. ما تنسيش زي ما قلتلك، لو الوصفة دي عجبتك اكتبي لي في الكومنتات، ولو ما عجبتكيش اكتبي لي في الكومنتات، وما تنسيش تحطي لي لايك من ايديك الحلوين. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش برضو تعملي لي اشتراك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني اي حاجة انا بنزلها. شايفين الوصفة دي بقى عاملة ازاي؟ شايفين البطاطس شكلها عامل ازاي؟ والجلاش طالع مورق ازاي؟ حلو جدا جدا جدا. عايزة اوريكم برضو التالتة دي، انا اوريكم اكتر من واحدة يعني عشان تبقوا شايفين ان انا ما ضحكتش عليكم في اي حاجة. انا وريتها لكم زي ما طلعتها، زي ما دخلتها، زي ما وريتها لكم برضو. تمام كده، شايفين بقى ديت، دي بقى القنبلة يعني طعمها طلع حلو جدا وفظيعة فظيعة فظيعة، اللي هي الفاهيتا على البطاطس الاتنين مع بعض طلع طعمها حلو جدا. حطيتها بالشكل دوت بقى علشان كان في تحدي عليها، وهسيب لكم تحت لينك التحدي. ودلوقتي هقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.